Thank you.
hoje em dia hoje, não há para quem gostou da loucura, na cega do jogo, coloca lá na rua e não é fácil, então não gosta de ninguém. Marhaba. Não, 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 aqui, deu lá. زمان أتيم لو هيك قلت لكم من زمان كل شيء أتوقفه لماذا زمان أتيم؟ أمانة رسالة جلو كوزي لكو سيبينا إماسيو واتمان إنغازي جان إبابا ومتوفتاز إتسانكي لنو وانغا المشروع كراب وما أسوى الأسجانة البنفسية يسم حاجة إلى حيوني أم لا يا عرسنا مو ونونو أصبت لكم دوكانا كأبويشة ولا دم وينجي أرواسي في بان صوت بيا ما شاء الله مداوة سباب لما تلتلوان أمو ناو إفاما نالي أصحاب المعالي والفضيلة والسعادة، معالي قائد قوة المسلحة، معالي مفوض مفوضية الإنتاج، مدير شركة الاتصالات، رئيس البرلمان السابق، رئيس المحكمة الدستورية السابق، وزير العدل والشؤون الإسلامية السابق، حضرات السادة والسيدات، علماؤنا الأجلاء، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها الحراسة جبرا، واستبقى بها نسلهم قهارا وكسرا، عظم امر الانساب وجعل لها قدرا، فحرم بسببها السفاح وبالغ في تكبيحه ردعا وزجرا، فسبحان من بذل بذور النطف في اراضي الارحام وانشا منها خلقا القائل: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية، والقائل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والصلاة والسلام على محمد المبعوث بالإنذار والبشرى، القائل: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وعلى آله وأصحابه صلاة لا يستطيع لها الحساب عدا ولا حصرا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، حضرات السادة، إن الزواج واجب اجتماعي من جهة المجتمع للمحافظة على النوع الإنساني، وسكن نفسي من جهة الفرد، وسبيل مودة ورحمة بين الرجال والنساء. فسبحان القائل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. أيها الحفر الكريم، إن مدينة الكازي ترفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لابنهما الأستاذ يوسف أحمد أنبار خريج جامعة أفريقيا العالمية، والذي تم تكريمه الماجستير بالمعهد الخرطومي الدولي السودان، بمناسبة وصوله إلى مرتبة أهل الحل والعقد حسب تقاليد القمرية، وإعلان زواجه مع الآنسة خديجة بنت محمد الهاد خريجة جامعة القمرية. ونسأل الله لهما أن يدوم عليهما بصحة والعافية، وأن يبارك لهما ذرية طيبة، إنه سميع.
سميع مجيب. حضرات السادة، اسمحوا لي تقديم فقرات برامجنا. أولا القرآن الكريم مع فضيلة الأستاذ يوسف علي النهوم مع فضيلة الأستاذ محمد إبراهيم، فليتفضل مشكورين.
تجدني